أين تقع صحراء تكلاماكان؟ تحتل الصين المركز الأول من حيث المساحة وعدد السكان في العالم، حيث تتنوع الطبيعة الجغرافية في الصين تنوعا واضحا. فإلى شمال غرب الصين سنتحدث عن إحدى الصحاري المشهورة في الصين، وهي صحراء تكلاماكان. وأصل الكلمة يعود إلى الأصول التركية، وتعني هذه الكلمة التخلي عن المكان. وصحراء تكلاماكان هي أكبر صحراء في الصين ومن الصحاري الكبيرة في العالم. تقع في آسيا الوسطى شمال غرب الصين في حوض طاريم الموجود في مقاطعة شينجيانغ الصينية. وتبلغ مساحة الصحراء 323,750 كيلومترا مربعا، أي ما نسبته 63% تقريبا من مساحة حوض طاريم، وما نسبته 47% من مساحة الصين، أي ما يعادل مساحة بريطانيا وهولندا وإيرلندا مجتمعة. وتحتل المركز 17 من حيث المساحة حول العالم. يحيط بالصحراء من الجنوب جبال كونلون وجبال بامير وتيان شان في الشمال والغرب، وأما من الشرق فتقع صحراء جوبي، وتعد صحراء تكلاماكان الصحراء الثانية الرملية المتحركة في العالم، حيث تشكل الكثبان الرملية ما نسبته 85% من مساحة الصحراء. تعتبر هذه الصحراء من الصحاري المدمرة التي تستمر بالزحف الصحراوي دون أي مانع، وهذا نتيجة قلة الأمطار التي تسقط عليها. فهذه الصحراء جافة جدا، وكذلك بسبب العواصف الرملية التي تسببها الرياح الشمالية الغربية والشرقية، وتساهم هذه الرياح بزحف الصحراء إلى الجنوب. ويتميز المناخ فيها بالمناخ الصحراوي البارد بسبب تعرضها للكتل الهوائية المتجمدة القادمة من سيبيريا، وكذلك قلة الأمطار التي تحجزها جبال الهيمالايا عنها. في صحراء تكلاماكان الكثير من الآثار التاريخية، حيث يوجد أكثر من 40 موقعا أثريا فيها، وتم اكتشاف الكثير من المومياوات التي تعود إلى السلالات الصينية القديمة، وكذلك الآثار التي تعود إلى العهد البرونزي. فالصحراء تقع ضمن طريق الحرير في آسيا الوسطى، فلا عجب من المدن التي سكنت هذه الصحراء قديما. ومع الزمن دمرت رمال الصحراء الكثير من المدن بسبب العواصف الرملية فيها، وكذلك الرمال المتحركة التي تشكل 82% من الصحراء، وتتركز هذه الكثبان المتحركة في جنوب الصحراء، وهي من أسوأ المناطق البيئية في العالم. وواجهت الحكومة مشكلة زحف رمال صحراء تكلاماكان عن طريق زراعة الأشجار في شمال الصين. وفي سبيل الحد من هذا الزحف الخطير وتشكل الأشجار مصدات تشكل مصدات طبيعية للرياح، ولتثبيت أكثر للكثبان الرملية لمنعها من التوغل للمناطق الأخرى الداخلية.